مهرجان التراث السوري الفرعي الأول الذي نظمته قيادة فرعي منظمة طلائع البعث في محافظة الحسكة بعنوان تراثنا ثراؤنا، تضمن عرضا تراثيا وفقرات فنية ومسرحية ودبكات شعبية، وقيمت في صالة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة. حبينا نقدم لك لمحة عن تراثنا في الجزيرة، تراثنا طبعا اللي نعتز فيه عشان الأجيال القادمة دائما تتذكر أعمالنا، خصوصا في عصر المعلومات وعصر الحاسوب وعصر التطور التكنولوجيا. الهدف من المعرض هو الاطلاع الجميع على تراثنا من القديم لحد الآن، يعني التطورات التي حدثت. منطقة الجزيرة منطقة غنية بحضاراتها، بطوائفها، بكل مجموعاتها اللي بتسجل النسيج واحد يعني. فاليوم كان الهدف من مهرجاننا هو زرع تراثنا اللي بلش يكون هو أساس من عاداتنا وتقاليدنا في نفوس أطفالنا، في نفوس كبارنا وصغارنا. نحن بدنا نفرجي العالم عن تراث محافظة الجزيرة، وكان الشيء كثير حلو، كان في فقرات كثيرة، ونحن شاركنا بهالمهرجان تحت شعار تراثنا ثراؤنا، كأنه تعرف عن التراث وأنواع التراث اليوم. المهرجان افتتح بتقديم عراضة شعبية بالزي الشعبي والفلكلوري الجزراوي، تبعها تقديم حفل فني تراثي شارك فيه العديد من أطفال الوحدات الطلائعية في المدارس، إضافة لتقديم لوحة فنية تراثية عن صناعة الحلويات الشعبية، وفقرة مسرحي دمى كركوز وعواض عن القهوة العربية. أحمد الحملوش، الإخبارية السورية، الحسكة.